اهلا بكم مع مهند من بالحموده للسيارات شيفروليه في ابو ظبي والعين. اليوم انا بوريكم سياره موجوده في سباق رعد المايل. طبعا سياره ما حدش هيشوفها اصلا على الارض غير مع مهند. الكورفيت الايري. السياره دي المعروف عنها ان هي اول ويل درايف. تمام، مفيش معلومات تانية هقولها لكم عليها كتير، بس هي سيارة مفيش زيها على الأرض خالص، محدش هيشوفها غير فقط مع مهند. شايفين احنا في سباق رعد المايل طبعا. دراج ريس. زي ما انتم شايفين الاي راي اول مره تنزل. طبعا هي ما نزلتش فعليا، بس هي اول مره تشوفوها على الارض. طبعا المحرك 6.2 V8 دول كلتش 8 سبيد اوتوماتيك اول ويل درايف. السياره دي من 0 ل 100 في 2.5 سكندز بس. قوة الأحصنة وعدد الأحصنة 655 حصان. شكرا يا حبيبي.